بارك الله فيكم. يقول السائل في سؤاله الثاني: عند التشهد الأول والثاني هناك من يحرك السبابة في اتجاهات مختلفة، فهل من الضروري أن أفعل هذه الحركة مع العلم بأنني لا أقوم بهذه الحركة؟ وجهوني بهذا. تحريك السبابة في الجلوس للتشهد بصفة دائمة لا يقطع الحركة هذا غير مناسب وغير مشروع فيما يظهر، والصواب في ذلك أنها تحرك عند المرور بلفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء، مثلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يرفعها ويحركها إشارة إلى التوحيد، وإذا قال أعوذ بالله من عذاب جهنم فإنه يرفعها ويحركها يسيرا أيضا إشارة إلى التوحيد. الحاصل أنه يحركها عند مرور لفظ الجلالة في أذكاره التشهد الأخير. نعم.